طيب شيخ، ذكرتم بأن الأحكام التكليفية 5: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. هناك من قسم الأحكام إلى 7 أحكام تكليفية، وأضاف الواجب، يعني قسم الواجب إلى قسمين: الواجب المقطوع به جعله فرضا، وغير المقطوع به جعله واجبا، وكذلك المحرم ما كان قطعيا محرما قطعا هو محرم، وما كان محرم تحريما أو تحريمه ظني فهو مكروه كراهة التحريم. نعم. هذه التقسيمة التي يعني وضعها بعضهم، نعم، هل لها فائدة وأثر؟ هذا هو مشهور الحنفية. نعم. مشهور الحنفية أن ما يلزم المكلف بفعله جزما ينقسم إلى فرض أو واجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، نعم، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وما أمر المكلف بتركه جزما ينقسم إلى حرام وإلى مكروه كراهية التحريم. جميل. فما ثبت تحريمه بدليل قطعي فهو حرام، وما ثبت تحريمه بدليل ظني فهو مكروه كراهة التحريم. نعم. وهذا متوافق أيضا مع كلام بعض علماء الإباضية، كما ذكر ذلك الإمام السالمي في المشارق. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، ولا بين الحرام والمكروه كراهة التحريم، فالمكروه كراهة التحريم هو حرام. ولكن هذا لا يعني أن الجمهور لا يقرون برتب الواجبات أو برتب المحرمات. جميل. فالجميع متفق على أن الواجبات على مراتب، وكذلك المحرمات، فهذا متفق عليه، لكن الكلام في هذا التقسيم. وفائدة هذا التقسيم أو هذا التفريق عدة أمور. نعم. منها يعني إعلام المكلف بأن ما ثبت بالدليل القطعي حرمته أغلظ وأشد، ومراعاة فعل المأمور به وترك المنهي عنه فيه أحق وأولى من ما ثبت بدليل ظني. جميل. والأمر الثاني عند التعارض يقدم الفرض على الواجب، فمثلا الصلاة في جماعة، نعم، الصلاة في جماعة واجبة، لكنها ليست في منزلة شروط الصلاة أو أركانها، نعم، فتلك لا تتم الصلاة إلا بها، فعند التعارض تقدم الشروط والواجبات على أو الفرائض على الواجب، لا سيما إذا صلاة الجماعة في المسجد مثلا، فمثلا إنسان لو لم يتمكن من الخروج للمسجد لعدم وجود مثلا ثوب يستر به عورته، فهنا صلاة الجماعة في المسجد واجبة وستر العورة فرض، فهنا يقدم مراعاة الفرض على مراعاة الواجب. جميل. فعند التعارض يقدم الفرض وهو ما ثبت بالدليل القطعي على الواجب. جميل. وفي بعض العبادات تظهر هذه التفرقة جلية، كالصلاة والحج. نعم. فالحج فالصلاة فيها واجبات وفيها أركان التي هي ممكن نسميها فروضا. نعم. فتكبيرة الإحرام ركن وفرض، بينما مثلا قراءة ما زاد على الفاتحة واجب. التشهد الأول على رأي طائفة من أهل العلم واجب، ويدل عليه حديث عبد الله بن بحينة واجب، بينما التشهد الأخير فرض. جميل. وهكذا في بقية أفعال الصلاة. نلاحظهم يقسمون أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن. نعم. قد يكون بعدها مستحبات.
نعم. وبعضهم يعني وقع إشكال هنا في باب الصلاة وفي باب الطهارات، مثلا يقول لك المضمضة والاستنشاق سنة، نعم، ثم يقول لك من تركهما متعمدا فبطل وضوءه. كيف يكون سنة؟ كيف يكون سنة ويبطل به الوضوء؟ هل نقول بأن هناك اختلاف في الاصطلاح؟ هنا اختلاف في الاصطلاح طبعا، نعم. والظاهر أنهم يقصدون بالسنة السنة الواجبة، نعم، فتلتقي مع قولنا بالوجوب. جميل. كذلك مثلا يقول مثلا التسبيح في الركوع مثلا واجب، لكن لو تركه متعمدا سنة، عفوا التسبيح في الركوع سنة، ولكن لو تركه متعمدا فسدت صلاته، وهكذا. فالصلاة هذه ما يسميه الفقهاء سنة ويفسدون به الصلاة هو واجب. جميل. يفسدون به الصلاة عند التعمد هو واجب. وفي الحج أظهر وأظهر. نعم. في الحج هنالك أركان أو فرائض، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت، والخلاف معهم في السعي. هنالك واجبات والتي وهي التي تجبر بالدم، كالمبيت بمزدلفة وكرمي الجمار وكالسعي عند من لا يرى ركنيته. فهنالك تظهر التفرقة بين الفرض وبين الواجب. فمن حيث العمل يعني يكاد الجميع متفق على تقسيم الواجب إلى رتب وإلى منازل. جميل. وإنما هو الخلاف في المصطلحات أو في التسميات، هل يسمى ما ثبت بدليل ظني فرضا، وهل يسمى ما ثبت بدليل قطعي واجبا، وهل يسمى ما ثبت النهي عنه بدليل ظني حراما، وهل يسمى ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي مكروها كراهة تحريم، هكذا. يعني هذه تقسيمات لضبط المسائل ولتعليم الطالب كيف يفهم القواعد. لكن من حيث التفريعات تجد المذاهب كلها تنظر إلى هذا، إلى هذه، إلى التفرقة. يرى المذاهب كلها تفرق بين الواجبات ولا تضعها في درجة واحدة، كذلك تفرق بين المحرمات ولا تضعها في درجة واحدة.